البداية عايزين نعرف الناس الوضع كان عامل ازاي قبل 2014، وايه اللي حصل عشان نوصل يكون عندنا اكتفاء ذاتي من الكهرباء ونقوم بعمليات ربط كمان مع دول اخرى. هو طبعا ما يعني لا يخفى على احد يعني الواقع المظلم اللي كنا احنا موجودين فيه في قبل 2014 والتأثير السلبي على الجميع، سواء على المواطن العادي، على المستشفيات، على المستثمرين كمان، على المشروعات التنموية. ووصلنا لحد ان كان بيحصل فيه تخفيف الاحمال بيصل الى حوالي، وصل لاحد الايام ل 6000 ميجا وات، ما تمثل تقريبا 20% عجز من الطاقة اللي هي المطلوبة. وكان أكثر الناس تفاؤلا، ما كانش يتوقع أن ممكن يحصل أي تغير قبل عشرات السنين. وعايز أقول لحضرتك أن، وتأكيد لكلام حضراتكم من شوية، المتابعة والدعم الكبير، المتابعة فعلا دي مهمة جدا. ويمكن من يعني أول يوم لتولي سيادة الرئيس القيادة السياسية في مصر ووضع كلمة مهمة جدا، وهي أن الكهرباء والطاقة دي أمن قومي. ومن هنا تضافرت كل الجهود، الجهات المعنية، مش بس وزارة الكهرباء، الكهرباء والبترول والقوات المسلحة والبنك المركزي، يعني هيئات كتير. ويمكن متابعة سيادة الرئيس للوضع والتخطيط اللي تم وضعه، وعايز أقول لحضرتك المتابعة دي نتج عنها إن ما يسمى، مش عايز أقول لحضرتك إنجاز، اللي هو إعجاز، إن في خلال 8 شهور ونص بيتم إضافة أكثر من 6000 ميجا وات. في خلال سنتين ونص بندخل 14400 ميجا وات الثلاث محطات العملاقة. عايز أقول لحضرتك إن الثلاث محطات، المحطة الواحدة في الوضع العادي بتخش من 4 لـ5 سنوات، لما بيكون ثلاث محطات بتخش في سنتين ونص، ده نتيجة فعلا المتابعة وتضافر كل الجهود والدعم الكبير للقطاع. لما كان بيبقى فيه عجز وصل ل زي ما احنا قلنا 20%، نصل الى دلوقتي احتياطي محترم اكتر من 25% في خلال الفتره البسيطه ديت، ده يعتبر اعجاز. كمان في نفس الوقت مش بس التطوير او عدم تخفيف الاحمال او الانتاج اللي تم، لا، ده اهتمام سيادة الرئيس بان مش بس نوفر الطاقه الكهربائيه، لا، لابد من توفيرها بأعلى جودة وبخدمات عالية جدا. ومن هنا كان تطوير شبكات نقل الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء. عايز أقول لحضرتك أن في خلال 3 سنوات الماضية فقط تم ضخ استثمارات في شبكات توزيع الكهرباء ما يقرب من حوالي 36 مليار جنيه.